مالناش حظ أن الأستاذ فريد ياكل لقمة معانا. كلمات قالها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما لم يجد الموسيقار فريد الأطرش على مائدته بعد انتهاء حفل يوم 23 من يوليو تموز عام 1964، وكان من المفروض أن يتناول الموسيقار العشاء على مائدة الرئيس مع السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، وإليكم في هذه الكبسولة الحلقة 9 من أطرشيات الأستاذ محمود لطفي، مستشار جمعية المؤلفين والملحنين ومحامي الموسيقار، وقد سبق أن قدمته في أكثر من كبسولة. وفي هذه الحلقة وهي بعنوان لماذا لم يجلس على مائدة عبد الناصر، يتحدث الأستاذ محمود لطفي عن مدى اعتزاز فريد بكرامته، ويحكي قصة حفل 23 يوليو 1964 وانصرافه دون حضور حفل العشاء وسؤال الرئيس عنه وأسفه لغيابه. ولا يخالجني أي شك في أن بعض المنظمين للحفل سامحهم الله تعمدوا عدم إخباره لحاجة في أنفسهم ولحظات ممتعة. كتب الأستاذ محمود لطفي: كان الموسيقار فريد الأطرش يعتز بنفسه وبكرامته، وكان يثور إذا لم يجد التقدير الكافي من أي شخص، وإن كان كما سبق أن قلت متواضعا شديد التواضع. وكما سبق أن ذكرت إنه كان يؤلمه جدا عدم دعوته إلى حفلات 23 يوليو. وحدث أن طلب المنظمون لحفلات 23 يوليو الموسيقار الراحل للاشتراك في الحفلات المذكورة، وكاد الموسيقار يطير من الفرح، وكلف الشاعر الغنائي حسين السيد بأن يؤلف له نشيدا لا يتكلم إلا عن العرب كلهم، لأن ثورة 23 يوليو ليست ثورة مصرية، إنما هي ثورة للمنطقة كلها. وولد نشيد المارد العربي ومطلعه المارد العربي في العالم العربي. وفي مساء 23 يوليو عام 1964 توجه الموسيقار مع فرقته الموسيقية إلى نادي الضباط بالزمالك، وألقى النشيد أمام القائد الراحل جمال عبد الناصر، وصفق له الحاضرون كثيرا واستعادوا أكثر مقاطع النشيد. وبعد الانتهاء من غناء النشيد همس في أذنه أحد المسؤولين بحرس الرئيس بأن الرئيس عبد الناصر يطلبه فورا، ونزل فريد والعرق يتصبب من جسمه كله بعد الحماس الذي ألقى به النشيد والاستقبال الكبير الذي استقبلوه به، ونزل إلى الصالة بين تصفيق الحضور، وقام الرئيس عبد الناصر وصافحه وأجلسه بجانبه بعض الوقت وهنأه على النشيد وقال له: ليه بتحرمنا من فنك يا أستاذ فريد؟ فرد الموسيقار: الظروف يا سيادة الرئيس، وإن شاء الله كل عيد سأكون هنا. واستأذن الموسيقار من الرئيس الذي أذن له بالانصراف. وخرج الموسيقار إلى حيث توجد سيارته وركب وانصرف إلى منزله. وفي عام 1969 كنت مع الموسيقار الراحل بالقصر الجمهوري بالقبة ليقيد اسمه في سجل التشريفات لمناسبة عودته للقاهرة. واستقبلنا كبير الأمناء السيد الأستاذ صلاح الشاهد، وهو في نفس الوقت صديق حميم لفريد. ودار حديث طويل بين الصديقين، وجاء ذكر غياب فريد في الخارج منذ نكسة 1967، وتكلم الموسيقار الراحل كثيرا عن ظروفه وصحته وأسباب غيابه عن مصر، وقال إنه يريد أن يكتب كلمة للقائد عبد الناصر، وكتب كلمتان كلها شعور وإحساس، قال فيها: إن مصر والعرب بصفة عامة يقدرون الدور التاريخي الذي يقوم به جمال عبد الناصر في المنطقة، وإنه لولا قلبه المريض لالتمس من الرئيس أن يجعله جنديا في خدمة الأمة العربية.
وبعد أن تناولنا القهوة بدأ الأستاذ صلاح الشاهد يروي قصة للموسيقار الراحل. قال الأستاذ صلاح الشاهد: هل تعلم يا فريد أنك سببت لي إحراجا مع سيادة الرئيس يوم أن غنيت في نادي الضباط؟ فرد فريد: أعوذ بالله، أستغفر الله، كيف يكون ذلك وأنا تربط بك أمتن الصداقات؟ كيف كان ذلك؟ أرجوك أخبرني. وقال الأستاذ صلاح الشاهد: كان المفروض أنك بعد أن انتهيت من الغناء ليلة أن غنيت المارد العربي أن تبقى إلى انتهاء الحفل وتتناول العشاء مع سيادة الرئيس. فرد فريد: لم أكن أعلم بأن فيها عشاء. قال صلاح الشاهد: هذا تقليد، وكان مكانك على مائدة الرئيس مع السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب. وقال فريد: لا يمكن أكون انصرفت وأنا أعلم أن فيها عشاء. قال صلاح الشاهد: بعد الحفل قام الرئيس للعشاء، وعند مدخل قاعة الطعام التفت إلي وقال: فين الأستاذ فريد يا أخ صلاح؟ فارتبكت ولم أستطع الرد على الرئيس، وطلبت من أحد ضباط الحرس أن يبعث عنك في جميع أرجاء النادي. وبعد بحث طويل عاد الضابط وقال: تأكدنا يا فندم أن الأستاذ فريد خرج من النادي بعد أن سلم على سيادة الرئيس. وسألت: ألم يخطره أحد أنه ضيف الرئيس على العشاء الليلة؟ ورد الجميع: أسف يا فندم، لم يقل له أحد. هل نتصل به في منزله ليعود؟ فأبلغت الرئيس، والكلام هنا لا يزال للأستاذ صلاح الشاهد بأن الأستاذ فريد قد انصرف ولم يخطره أحد بالعشاء. فقال الرئيس: تبقى غلطتك أنت ورجالتك، ما لناش حظ أن الأستاذ فريد يأكل لقمة معانا. وما كاد الموسيقى الراحل يسمع هذا الكلام حتى امتلأت عيناه بالدموع، ورأيت الدموع تنزل من مقلتيه، ورأيت الفرح في نفس الوقت يكسو وجهه والارتياح يبدو على ملامحه. وسكت طويلا ثم قال: الحمد لله أني سمعت الكلام ده منك يا أخي صلاح، الحمد لله أن لي هذه المنزلة عند الرئيس. فقال له الأستاذ صلاح الشاهد: أقسم لك يا فريد بأن الرئيس بريء من ذنبك وانت اللي مشيت على طول. فرد فريد: ما حدش قال لي والله، وأنا بعد ما غنيت لقيت أنه لازم أمشي، أنتظر ليه ما دام لم يطلب مني ذلك؟ وهذا هو فريد، وإلى مقال قادم. وبعد فمعلوم أن الرئيس جمال عبد الناصر كان من أشد المعجبين بفن الموسيقار فريد الأطرش، وكانت علاقة الموسيقار بالزعيم علاقة ودية كبيرة وجد خاصة، لدرجة أن الرئيس لبى دعوته وحضر شخصيا هو وأعضاء مجلس قيادة الثورة حفل افتتاح عرض فيلمه عهد الهوى بسينما ديانا يوم 7 فبراير شباط عام 1955، لأن الفريد كان مصابا بدبحة صدرية ألزمته الفراش ومنعته من حضور العرض الأول. وكان قد تبرع بإيرادات ومدخول هذا العرض لضحايا السيول التي عرفتها قنا في شهر ديسمبر كانون الأول عام 1954. وبعد غيبة الموسيقار عن مصر بضع سنوات وعودته إليها، بادر الرئيس جمال عبد الناصر إلى الإنعام عليه بوسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وكان ذلك يوم 15 مارس آذار عام 1970. تغمد الله موسيقار الأزمان الراحل فريد الأطرش برحمته الواسعة، كما أسعدنا بفنه الراقي وغفر لنا وله. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، أرجو أن تدعموا القناة باشتراككم فيها، وأن لا تبخلوا عليها بالضغط على زر الإعجاب وبتعليقاتكم الإيجابية المحفزة على مزيد البذل والعطاء. وتقبلوا تحياتي أخيكم نعيم المامون.